رئيس دائرة الصرف الصحي برئة الشعب والطبقة. قامت دائرة الصرف الصحي بالطبقة من ضمن مشاريع 2000 وعام 2022 بإصلاح خطوط الصرف الصحي في مدينة الطبقة. الغاية من المشاريع هي تطوير الواقع الخدمي وإصلاح خطوط الصرف كونها قديمة وكثرة انسداداتها. انتهينا تقريبا من المشاريع، طول المشاريع حوالي 2400 متر. المشاريع تركزت على عدة مناطق، عدة أحياء في مدينة الطبقة، منها في الحي الأول خلف بناء 57-58 بطول 70 متر، مع إنشاء راجرات جديدة بشكل كامل وتركيب قصات البوتيلين تتحمل ضغوطات كبيرة بقطر 40 إنج، وموقع ثاني في الحي الثاني خلف بناء 61-62، والموقع الثالث في الحي الثاني أيضا خلف البناء 68-69، نفس الأقطار قطر 40 إنج البوتيلين تقريبا، هنا نفس أحجام الأقطار. في عندنا في شارع الفنون إنشاء خط صرف صحي جديد بطول 550 متر قطر 50 إنج بوتيلين أيضا. في موقع شارع السرفيس الغربي 375 متر قطر 40 إنج بوتيلين. حارة جمعة الرياش حوالي 200 متر أيضا 40 إنج بوتيلين. في حارة الفهد طول 200 متر أيضا قصات بوتيلين تتحمل الضغط العالي. في حارة جنوب جامع الرحمن 40 إنج في حوالي طول تقريبا حوالي 200 متر. في حارة جنوب غرب العجراوي 200-220 متر أيضا 200 قطر 40 إنج. في حارة شارع حميد الدكان 160 متر قطر 40 إنج بوتيلين. الغاية من المشاريع هي إصلاح خطوط الصرف كونها قديمة وتطوير الواقع الخدمي مدينة الطبقة. كعب غدا انت في الخمس